ثمن المجلس الأعلى للمرأة قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بتوجيه مؤسسات القطاع العام على التوسع في تطبيق نظام العمل من المنزل متى ما توفرت الإمكانية لذلك، والذي شمل بشكل خاص الموظفين العاملين في القطاع أزواج الموظفات اللواتي يعملن في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كوفيد-19، بحيث يمنح أزواجهن الأولوية بالعمل من المنزل في ظل ما تتولاه تلك الكوادر من مسؤوليات جسيمة تستدعي في المقابل دعم أسرهن، وذلك في سياق ما تبادر به الدولة بمؤسساتها المختلفة بقرارات نوعية متعددة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وبهذه المناسبة أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري بأن هذا القرار يأتي في سياق القرارات النوعية والإجراءات الاستباقية التي يصدرها سمو ولي العهد في إطار متابعة الحديثة والدقيقة لأعمال الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، والذي جاء صدوره كاستجابة كريمة لتوصية من المجلس الأعلى للمرأة بناء على ما تم رصده من احتياجات المرأة البحرينية العاملة في الصفوف الأمامية التي تتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية بحرفية ومسؤولية عالية. وأوضحت الأمين العام بأن هذا القرار سيكون له دون أدنى شك وقع كبير على نفوس الكوادر الطبية في مملكة البحرين التي تعمل ليلا ونهارا على أكثر من جبهة عمل، وبما يتسق مع خطة العمل الوطنية التي تأخذ بأفضل الممارسات وتعمل بشكل متسارع على بناء النموذج البحريني في التعامل مع الفيروس للقضاء عليه، والتي سوف تكون مخرجاتها قصة نجاح بامتياز سيدونها تاريخنا الحديث بكثير من الفخر والاعتزاز. ووصفت الأنصاري القرار بأنه قرار إنساني مؤثر وجاء برسالة تحمل الكثير من الامتنان والتقدير للمرأة العاملة في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، وبما سيدعم مساعيك للمزيد من العطاء في مثل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. وسيعمل المجلس الأعلى للمرأة في إطار أعمال اللجنة المشتركة مع ديوان الخدمة المدنية على متابعة تنفيذ القرار في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لضمان تحقيق القرار لأهدافه الإنسانية النبيلة.